وخايف على لعيبته قبل المواجهه الافريقيه النهائيه. الحاجه الثانيه ان انت كمان عايز تحقق نتيجه معنويه يعني كويسه وعايز تحقق نتيجه مقبوله شويه عشان ما تصعرش الامور في مباراه العوده اللي هتبقى مع الوصل الاماراتي يوم 22 نوفمبر الشهر اللي جاي هناك في الامارات، فكلها حسابات في ذهن كارتيرون. اللي اختار النهارده مجموعه من اللعيبه كلها اساسيه وكلها موجوده سواء كان محليا او افريقيا باستثناء يمكن اسلام محارب عشان عنده اجهاد في العضله الضمه لكن حسابات الاهلي يعني اقرب للحسابات طبعا النتائج ويا رب المباراه تبقى سهله بالنسبه له وما يبقاش فيها نوع من الجهد الكتير والتعب الكتير والارهاق الشديد عشان ما يخشش على مباراه الترجي التونسي اللي هتبقى يوم الجمعه بارهاق ولا حاجه يعني اللي ما بين المباراه دي والمباراه دي خمس ايام خمس ايام بس يعني الحد والجمعه لكن في النهايه ليها حساباتها وحسابات الفنية اللي هنشرحها مع جملة من خلال بعض اللقطات وبعض الأهداف وبعض المشاهد للوصل الإماراتي مع هنتش... هنتكلم فيها مع كابتن عادل طعيمة وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حمادة صدقي آه بالتأكيد طيب نروح برضو تاني للمباراة الترجي التونسي يعني واضح كده ان مهدي بن عبيد الجزائري بيقرب لإدارة المباراة النهائية مع بكري جسامة اللي موجود في القاهرة هنا ست حكام بياخدوا دورات او بياخدوا بعض التدريبات على آآ آآ تقنيه الفيديو اللي هي الفار تمام وانا بناشك كمان يعني الاتحاد العربي يعني آه ان هو يستخدم تقنيه الفار عشان ما يبقاش فيه لان عندي تصريحات هقولها دلوقتي الكابتن حلم طولان تصريحات قويه جدا فهلا لحضراتكم واستعرض مع حضراتكم لكن خليني اقول لكم ان في سته موجودين في القاهره دلوقتي الجنبي بكاري جسامه موجود بملاك الاثيوبي موجود وسيكازوي الحكم الزنبي موجود والمصري جهاد جريشه موجود وجوميز موجود برضو هنا يبقى دول مجموعه خمس حكام او ست حكام موجودين في القاهره على تقنيه الفار طيب لحد دلوقتي ما اعلنش الاتحاد الافريقي مين هيدير اللقاء الاول اللي هو هيوم الجمعه الجايه ومين هيدير اللقاء الثاني اللي هو هيكون الجمعه اللي بعدها في تونس على استاد رادس طب هل يمكن الاتحاد الافريقي حاطط في حساباته مثلا ان هو مش عايز يعلنها دلوقتي ممكن يخليها 72 ساعه كمان ولا ولا اربع ايام كمان وممكن يعلنها يوم الاربعاء او يوم الخميس لان اللي في تخيله او في قراره ان يبقى واحد من من المجموعه اللي موجوده هنا في مصر ما مش محتاج لا تاشيره تطلع ولا جواز يروح ولا تذاكر تتبعت ولا حاجه هو موجود في مصر اساسا يعني ياخد شنطته وحكامه بمساعديه ويطلع على برج العرب يدير اللقاء ويحضر الاجتماع الفني اللي هو قبل اللقاء ب 24 ساعه ممكن ده يكون في في الاذهان كده يبقى المهدي بن عبيد الاقرب انا كنت قلت معلومه هنا ان انا بقول او مش معلومه اسف بقول يعني استنتاج عندنا شخصي يعني استنتاج ان بكاري جسامه ممكن يقرب بس هل الاتحاد الافريقي يعني هيدي لبكاري جسامه خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا اربع نهائيات او خمس نهائيات من من اصل سته يعني اربعه من اصل خمسه او خمسه من اصل سته انا شايف انها كتير وخصوصا بعد اللي حصل مع الاهلي السنه اللي فاتت مع الوداد المغربي شايف برضو ان هي كتير بس برضو الحلقه اللي فاتت قلت ان بكاري جسامه حكم مباراه الاهلي ووفاء الصيف لا هو مش هو اللي حكم الاهلي ووفاء الصيف هو حكم الاهلي وحوريه الغيني المباراة اللي انتهت 4-0 هنا آه في مصر لكن أنا أشوف أن إيريك الجابوني يعني أعتقد ان هو من الحكام الجيدين جدا مش عارف هو مش موجود ليه ومش عارف هو هيتم اختياره ولا لا حكم رائع جدا ممتاز جدا وعشان تتذكروا هو مين إيريك دوت اللي حكم مباراة مصر وغانا لو تتذكروا اللي ادى البنالتي آه لتريزيجيه حكم هايل جدا ممتاز جدا أنا يعني مش مسألة أثق فيه أكتر من بكاري جسامة لكن أنا بشوف أن الحكام المميزين جدا اللي ممكن يختلف شوية أو مش يختلف ما يبقاش موفق في لقاء لكن ما عندوش حسابات يعني ما يحجمكش ما يعملش حاجات صغيرة كده ما تبانش لكن في النهاية في الكرة بتنرفز وتضايق وتعصب فحكم ملوش حسابات خالص بكاري جسامة معلم في دي يعني بكاري جسامة معلم في الموضوع ده على الاخر بس بعد تقنيه الفيديو والحاجات المؤثره مش هيبقى ليها اي اهميه بالنسبه له في قراراته لان انت هترجع سواء بنالتي او 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 جول او تسلل ولا حاجه رايي الشخصي ان احسن حكم في الوض... في الوض... في الوقت الحالي والمرحله اللي احنا فيها انا قلت لكم يعني ده اللي قد كده ده اللي هو جوميز ده اللي هو حكم لقاء وفاء الصيف قد كده وانا قلت من اسبوع كده قلت لكم هو حكم قد كده لكن احسن حكم موجود في القاره فيش حسابات عنده هادي جدا بياخد اللعيبه بالحضن هنا ولا هنا يعني ايا كانت النتيجه ايا كانت الملعب ايا كانت الجمهور بشماريخ من غير شماريخ يعني آآ آآ كتير قليل بلعب في مصر بلعب في تونس بلعب في جنوب افريقيا نفسها ما بيتاثرش يعني جوميز ده احسن حكم من وجهه نظري الشخصيه على العموم المهدي بن عبيد بيقترب وجسامه بيقترب وانا تحليلي الشخصي ان ممكن ايريك الجابوني ممكن يبقى هو الحكم اللي هيشهد بس اريك مش موجود في السته بتوع الفيديو او الخمسه اللي موجودين في تقنيه الفيديو ممكن يبقى الحكم الثاني اللي هناك مش عارف الدنيا هتمشي آه ازاي طيب لسه قدامنا شويه ماشي اوكي عندنا شويه حاجات قلت لكم